السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط. في الدرس السابق شرحنا موضوع تحليل المقدار الجبري من ثلاثة حدود بالتجربة. اليوم إن شاء الله راح نكمل تأكد من فهمك صفحة 43، وعرفنا شلون نحلل بالتجربة. أول شيء ينطينا مقدار من ثلاثة حدود. أول خطوة نسويها راح نفتح أقواس اثنين، هنا هذا قوس وهذا قوس. والخطوة الثانية نحدد الإشارات. نحدد الإشارات بالنسبة لإشارة القوس الأول هو إشارة الوسط، هنا إشارة الوسط موجب، فهنا أخلي موجب. وإشارة القوس الثاني هو ضرب الإشارات، يعني الإشارات اللي موجودة في المقدار أضربهن. هنا عندنا الموجب في الموجب هو موجب. زين، هسه أجي أحلل الحد الأول والحد الثالث. بالنسبة للحد الأول هنا عندنا اكس تربيع، يعني بدون معامل. عندنا حالتين، الحالة الأولى إذا كانت بدون معامل، والحالة الثانية إذا كان الاكس تربيع بها معامل. زين، فهنا عندنا هاي الاكس تربيع منين جايتني؟ جايتني من اكس في اكس، فهنا أخلي اكس وهنا أخلي اكس. هاي الثمانية منين جايتني في جدول الضرب؟ جايتني من ثمانية في واحد وجايتني من أربعة في اثنين. زين، شنو أختار من هذه العوامل؟ يعني أختار الثمانية والواحد أوزعها، لو الأربعة والثنين؟ هنا أنا أشوف الأقواس، الأقواس إذا كانت إشاراتهم متساوية فأنا أخلي ببالي أنه أنا راح أجمع العوامل اللي راح أخليها. زين، شنو الأجمع من عوامل راح يطلع لي الحد الوسط اللي هو ستة؟ أجمع الثمانية والواحد، لو أجمع الأربعة والثنين؟ أجمع الأربعة والثنين. إذن راح أختار الأربعة والثنين، فهنا أخلي الأربعة وهنا أخلي الثنين. إذن هسا أنا شنو حللت؟ حللت بالتجربة، فقط هذا المطلوب من عند التحليل، افتح الاقواس واحلل الحد الاول والحد الثالث. بس انا اريد اتاكد من صحة حلي، صحيح هذا التحليل لو لا؟ شنو اسوي؟ راح اضرب الطرفين واضرب الوسطين واجمعهم، من اجمعهم لازم يساوي الحد الوسط. اذا ما يساوي الحد الوسط معناته حلي خطأ، لازم اعيد التحليل. يسمى التحليل بالتجربة، يعني اجرب اغير بالعوامل. زين، فهنا أنا هسه راح أضرب الطرفين وأضرب الوسطين. x في موجب 2 راح يصير موجب 2x. زين، و 4 في x راح يصير موجب 4x. هسه ضربتهم، هسه راح أجمع. زين، هنا عندنا الموجب ويا الموجب، طبعا موجب. و 2 زائد 4 هو 6 ونزل ال x. هنا شنو عندنا الناتج؟ ناتج جمع هو موجب 6x، مساوي للحد الوسط؟ نعم مساوي للحد الوسط، إذا تحليل صحيح. هذا فقط تحقق، هذا فقط تحقق تسوونه إذا طلب من عندكم التحقق. بس إذا ما طلب من عندكم التحقق، أنتوا التحليل فقط هذه الأقواس. بس التحقق تسوونه مسودة، مسودة حتى يعني تتأكدون من تحليلكم صح لو خطأ. تضربون الطرفين وتضربون الوسطين، وبعدين تجمعوهم لازم يساوي الحد الوسط. إذا ما يساوي الحد الوسط إذا تحليلكم خطأ، لازم تغيرون بالعوامل. صار واضح؟ نجي إلى النقطة الثانية، كذلك هنا أنا راح نفتح قوسين. إشارة القوس الأول هي إشارة الوسط، هنا أنا سالب، هنا إشارة راح تكون سالب. إشارة القوس الثاني هي ضرب الإشارات، هنا عندنا السالب في الموجب هو سالب. زين، هسا أحلل الحد الأول. الحد الأول هنا عندنا واحد، منين جايني؟ جايني من واحد في واحد. زين، الزد تربيع منين جايني؟ جايني من زد في زد. هذا التحليل جدا بسيط. فهسه راح نتحقق، راح اضرب الطرفين واضرب الوسطين. واحد في سالب زيت راح يصير سالب زيت. زين، يعني سالب واحد زيت، وسالب زيت في واحد كذلك سالب واحد زيت. فهسه من اريد اجمعهم، السالب ويا السالب انزل واحد من عندهم واجمع، واحد زائد واحد اثنين زيت. اذا سالب اثنين زيت هو مساوي لسالب اثنين زيت، اذا تحليلي صحيح. صار واضح؟ النقطة ثلاثة، كذلك هنا أنا أفتح أقواس وأحدد الإشارات. بالنسبة لإشارة القوس الأول هي إشارة الوسط، هنا سالب فهنا أخلي سالب. القوس الثاني هو ضرب الإشارات، هنا عندنا سالب في الموجب هو سالب. زين، هسا أحلل الحد الأول. هنا أكس تربيع منين جايني؟ جايني من أكس في أكس. زين، أما الثنعش منين جايتني؟ جايتني من 6 في 2 و 12 في 1. بس هنا أنا شنو أختار؟ أختار الستة والثنين، لو أختار الاثناعش والواحد؟ هنا أنا إذا كانت إشارة الأقواس متساوية فأخلي ببالي أنا من أريد أتحقق، هنا أنا راح يصير عندي جمع.
يعني إشارات متساوية راح أجمع، مو مختلفة حتى إشارة الأكبر وأطرح، لا راح يصير عندي جمع. فشنو أجمع من هذه العوامل وراح يطلع لي الحد الوسط اللي هو 13؟ أجمع 12 والواحد، إذن أختار 12 والواحد، فهنا أنا أخلي 12 وهنا أنا أخلي واحد. حتى من أريد أتحقق راح يطلع لي الحد الوسط. شلون؟ هسه راح نوضح التحليل التحقق العفو. هنا عندنا x في سالب واحد راح يصير سالب واحد x. زين سالب 12 في x راح يصير سالب 12 x. زين هسه من أريد أجمع إشارات متساوية أنزل واحد من عندهم مجمع 13 x. إذا سالب 13 x هو مساوي لسالب 13 x. إذا حلي صحيح وتحليلي صحيح. النقطة الرابعة، طبعا النقطة الرابعة راح أسويها مسودة حتى نوضح شلون نحلل بالتجربة، لأن التحليل الأول راح يطلع خاطئ والمتوقع أنه أنتم تسوونه أول مرة، وشلون تعدلون من الحل، لأن هو تجربة فتجربون يعني تغيرون بالعوامل تغيرون بالإشارات. فهسه من تردون تحللون هذه النقطة، هذه نقطة شلون تعلمنا نحلها؟ راح نفتح أقواس اثنين، طبعا هسه راح تفتحون أقواس اثنين. إشارة القوس الأول هي إشارة الوسط، هنا أنا موجب، وهنا عندنا إشارة القوس الثاني هو ضرب الإشارات، يعني هنا الموجب في السالب هو سالب. صار واضح؟ هذا اللي تعلمناه. زين وهنا عندنا هاي الثلاثة منين جايتني؟ جايتني فقط من ثلاثة في واحد، فهنا راح أخلي الثلاثة وهنا راح أخلي الواحد. زين أما الزيت تربيع جايتني من زيت في زيت، فهنا أخلي زيت وهنا أخلي زيت. فهسه أنا حللت أريد أشوف تحليلي صح لو خطأ، فهنا راح أضرب الطرفين وأضرب الوسطين. هنا عندنا ثلاثة في سالب زيت راح يصير سالب ثلاثة زيت، وزيت في واحد راح يصير موجب واحد زيت. زين فهسه من أريد أجمعهم؟ هنا صار شنو؟ صار إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح. الأكبر هي ثلاثة فأخذ إشارتها اللي هي السالب، وأطرح ثلاثة ناقص واحد هو اثنين زيت، صير سالب اثنين زيت. زين سالب اثنين زيت هو مساوي للحد الوسط اللي هو موجب اثنين زيت؟ لا ما مساوي. هنا اختلاف صار وين؟ بالإشارة. الاختلاف صار بالإشارة. إذا حللتوا وطلعت هيك حالة، يعني نفس الحد الوسط لكن الإشارات مختلفة، هنا شلون يعني تعدلون التحليل؟ فقط تغيرون الإشارات، تقلبونها، تقلبون الإشارات، يعني هذا الموجب هنا راح يصير هاي سالب وهذا السالب راح يصير موجب، فقط تقلبون الإشارات. صار واضح؟ ليش؟ لأن هسه من راح هنا نتحقق شلون راح يصير ثلاثة في زيت راح يصير موجب ثلاثة زيت، موجب ثلاثة زيت. زين وهنا عندنا سالب زيت في واحد راح يصير سالب واحد زيت. فمن أريد أجمع هنا إشارة الأكبر وأطرح، الأكبر هي ثلاثة إشارتها موجب، وأطرح ثلاثة ناقص واحد هو اثنين زيت، مساوي الحد الوسط؟ نعم مساوي الحد الوسط. إذن هذا هو التحليل الصحيح. فش راح يصير هنا التحليل؟ طبعا سويت لكم مسودة حتى لا يصير هنا يعني خربطة بالتمارين، بس انتو خلوا بالكم من تحللون يعني قد مو يكون التحليل الاول هو الصحيح، لذلك تجربون تغيرون بالعوامل او تغيرون هنا اذا كانت الاشارات مختلفة تقلبون الاشارات، تقلبون الاشارات، يعني هذا هنا السالب صار هنا السالب والموجب صار بالقوس الثاني. فمن حللت طلع تحليل صحيح. فش راح يصير هنا التحليل؟ راح يصير ثلاثة ناقص زيت وواحد زائد زيت، هذا هو التحليل الصحيح. قلبناها هنا صار السالب وهنا صار الموجب، فهنا من ضربت وجمعت طلع مساوي للحد الوسط. صار واضح؟ طبعا هذه شرحتها بالفيديو السابق، قلت لكم اذا صار اختلاف بالاشارات بين الناتج وبين الحد الوسط فقط تقلبون هذه الاشارات الاقواس. زين نجي الى النقطة الخامسة، هنا كذلك راح أفتح الأقواس وأحدد الإشارات، إشارة القوس الأول إشارة الوسط سالب، وإشارة القوس الثاني هو ضرب الإشارات، السالب في السالب هو موجب. زين أحلل الحد الأول x تربيع جايني من x في x، أما الثلاثة جايتني فقط من ثلاثة في واحد، فهنا راح أخلي ثلاثة وهنا راح أخلي واحد، وهسه أشوف تحليل صح لو خطأ. هنا أنا راح أضرب الطرفين وأضرب الوسطين، x في واحد راح يصير واحد x، طبعا موجب، موجب في الموجب موجب. زين سالب ثلاثة في x راح يصير سالب ثلاثة x. زين هسه من أجمع، طبعا إشارات مختلفة كذلك، إشارة الأكبر وأطرح، راح يصير سالب ثلاثة ناقص واحد هو اثنين x،
فمساوي الحد الوسط اللي هو سالب 2x، إذن هذا التحليل هو تحليل صحيح. صار واضح؟ هذا حل نقطة 5. نجي إلى نقطة 6. كذلك هنا أنا راح نفتح الأقواس. طبعاً هاي النقطة أنا حليتها لكم بالأمثلة من شرحة الموضوع. هنا أنا نحدد الإشارات. إشارة القوس الأول إشارة الوسط، هنا عندنا سالب، أخلي سالب. إشارة القوس الثاني هو ضرب الإشارات، هنا عندنا سالب في الموجب هو سالب. زين، أحلل الحد الأول. هنا عندنا 15، 15 منين جايني؟ جايني من 15 في 1، وجايني من 5 في 3. زين، شنو أختار من هذه العوامل؟ فهنا أنا راح أقول 5 وهنا أنا أقول 3. زين، هسه هذا زيت تربيع منين جايني؟ جايني من زيت في زيت. زين، هسه أريد أتحقق. هنا أنا راح أضرب الطرفين وأضرب الوسطين. 5 في سالب زيت راح يصير سالب 5 زيت. زين، سالب 3 سالب زيت في 3 سالب 3 زيت. زين، هسه من أريد أجمع الإشارات متساوية، أنزل واحد من عندهم وأجمع. 5 زائد 3 هو 8 زيت، إذن مساوي لحد الوسط، إذن تحليلي صحيح. زين، هنا عندنا نقطة 7. كذلك هنا يقول حلل المقدار بأبسط صورة. فهنا عندنا من ثلاثة حدود، يعني راح أحللها بالتجربة. فأفتح الأقواس. إشارة القوس الأول إشارة الوسط، هنا عندنا موجب، والموجب في الموجب هو الموجب في الموجب هو موجب. هنا عندنا الإشارتين موجب، لأن إشارة الوسط وضرب الإشارات كذلك راح تكون موجب. زين، فهنا عندنا 2x تربيع. أحلل الثنين وأحلل الإكس تربيع. الثنين منين جايتني؟ جايتني من 2 في 1، فهنا أخلي الثنين وهنا الواحد. الإكس تربيع جايني من إكس في إكس. زين، وهالي 3 جايتني من 3 في 1، فقط 3 في 1. زين، أريد أتحقق، فهسه راح أضرب الطرفين وأضرب الوسطين. 3x في 1 راح يصير، عفوا 2x في 1 راح يصير 2x، وهنا عندنا 3 في إكس راح يصير 3x. فمن أريد أجمعهم، طبعا اثنيناتهم موجب، 2 زائد 3 هو 5x، إذن مساوي لحد الوسط اللي هو موجب 5x، إذن تحليلي صحيح. هنا عندنا نقطة 8. كذلك هنا عندنا المتغير تربيع بمعامل. فهنا شلون راح يكون التحليل؟ كذلك افتح الأقواس، حدد الإشارات، إشارة الوسط وضرب الإشارات، كذلك راح يصير اثنيناتهم سالب. زين، فهسه هالي 3 منين جايتني؟ جايتني من 3 في 1، فهنا 3 وهنا الواحد. الواي تربيع جايتني من واي في واي، فهنا اخلي واي وهنا اخلي واي. طبعا هاي الواي المعامل مالتها واحد، تشيلونه او تخلونه يعني نفس الشيء، والافضل انه تشيلونه يعني فقط تخلون واي. زين، هسه نجي لهاي الثمانية. ثمانية منين جايتني؟ جايتني من 8 في 1 وجايتني من 4 في 2. فهنا شنو اختار؟ اختار الأربعة والثنين. لكن هنا شنو راح اخلي؟ هنا راح اخلي الثنين وهنا راح اخلي الأربعة. وهسه راح اقول لكم ليش، لان اذا خليت الأربعة والثنين راح يصير التحليل خطا. زين، هسه راح اجرب. هنا اضرب الطرفين واضرب الوسطين. 3 واي في 4، 3 في 4 12، فراح يصير 12 واي. زين، وعن هذه شنو اشارتها؟ سالب. وهنا عندنا سالب 2 في واي راح يصير سالب 2 واي. فهسه من اريد اجمعهم، الاشارات متساويه، انزل واحد من عندهم واجمع. 12 و2 14y، اذا سالب 14y سالب 14y، اذا هذا تحليل صحيح. لو قلبتها مثلا هنا انا خليت الأربعة وهنا خليت الاثنين، كان التحليل خطا، يعني ما يساوي الحد الوسط. فاذا خليت هنا الأربعة وخليت هنا الاثنين وطلع تحليلكم خطا، هنا يعني تغيرون بالاماكن، هنا تخلون الاثنين وهنا تخلون الأربعة وتجربون ويطلع لكم نفس حد الوسط. نقطة 9. كذلك هنا أنا راح نفتح الأقواس ونحدد الإشارات. إشارة القوس الأول إشارة الوسط ناها سالب. إشارة القوس الثاني ضرب الإشارات السالب في الموجب هو سالب. أحلل الحد الأول. الحد الأول أول شيء هنا عندنا الرقم 3، منين جايتني؟ جايتني فقط من 3 في 1. زين، الإكس تربيع جايتني من إكس في إكس. هسه هنا أنا أقول 8، 8 منين جايتني؟ جايتني من 8 في 1 ومن 4 في 2. فهنا أنا راح أخلي 4 وهنا أنا راح أخلي 2 وأجرب. هنا أنا أضرب الطرفين وأضرب الوسطين. 3x في سالب 2 راح يصير سالب 6x. زين، وسالب 4 في 1x راح يصير سالب 4x. زين، هسه من أجمعهم السالب ويا السالب أنزل واحد من عندهم وأجمع. 4 و6 هو 10x، إذن مساوي لحد الوسط اللي هو سالب 10x، إذن هذا التحليل هو صحيح. نقطة 10.
هنا شنو عندنا؟ عندنا أول مرة رقم، وبعدين هنا عندنا ثلاثة زد تربيع. فهنا كذلك نفس الطريقة، أول شيء راح نخلي الأقواس، أقواس اثنين، ونحدد إشارات. إشارة القوس الأول هي إشارة الوسط، هنا أنا سالب أخلي سالب. إشارة القوس الثاني ضرب الإشارات، السالب في الموجب هي سالب. زين، هسه راح أحلل الحد الأول. ثمانية، ثمانية منين جايتني؟ جايتني من أربعة في اثنين، وجايتني من ثمانية في واحد. زين، إذا أخلي الأربعة والثنين فراح يطلع التحليل خطأ. فهنا إذا أنتوا حللتوا أربعة والثنين التحليل راح يطلع خطأ، لأن الناتج ما راح يساوي الحد الوسط. فلا الأربعة في اثنين ولا اثنين في أربعة صحيحات. فشنو نختار؟ نختار الثمانية والواحد. زين، فهنا عندنا هاي الثمانية منين جايتني؟ جايتني من ثمانية في واحد. فهنا أخلي ثمانية وهنا أخلي الواحد. زين، هسه نجي إلى ثلاثة. هاي الثلاثة منين جايتني؟ جايتني فقط من ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد. فهنا طبعا للاختصار الوقت، هنا إذا خلينا ثلاثة زيت وهنا الواحد، كذلك راح يطلع التحليل خطأ، راح يطلع التحليل خطأ. هسه راح نجرب التحليل الخطأ وبعدين شلون نعدله. يعني مثلا قلتوا هاي الثلاثة جايتني من ثلاثة في واحد، فهنا راح أخلي ثلاثة وهنا راح أخلي الواحد، والزيت تربيع جايتني من زيت في زيت. زين، هسه من أريد أحلل، فهنا أنا راح أضرب ثمانية في سالب واحد راح يصير سالب ثمانية زيت، وسالب ثلاثة في واحد راح يصير سالب ثلاثة زيت. فمن أريد أجمعهم الإشارات متساوية، أنزل واحد من عندهم وأجمع، ثمانية وثلاثة 11 زيت لا يساوي الحد الوسط اللي هو 25. إذن هذا التحليل هو تحليل خاطئ، تمسحونه وترجعون تحللون. طبعا الأربعة والثنين كذلك يطلع لكم خاطئ، والثنين والأربعة كذلك خاطئ. زين، هسه بما راح نغير، راح نغير الثلاثة والواحد، راح نغير أماكنهم. يعني هي تجربة تجربون أكثر من مرة، تغيرون بالعوامل، تغيرون بالأماكن، تغيرون بالإشارات، إلى أن تحصلون على ناتج هو مساوي للحد الوسط. زين، هسه راح نحلل مرة ثانية. طبعا هذا تمسحونه، التحليل الخاطئ تمسحونه. هسه نقول 8 ناقص 25 زيت زائد 3 زيت تربيع يساوي، هنا تفتحون الأقواس وتحددوا الإشارات، هنا عندنا إشارة الوسط وضرب الإشارات اثنيناتهم سالب. هاي الثمانية جايتني من ثمانية في واحد، فهنا أخلي ثمانية هنا أخلي الواحد. بس هاي الثلاثة جايتني من ثلاثة في واحد، هنا أخلي الواحد وهنا أخلي الثلاثة، فراح يصير هنا عندنا الزيت تربيع، هنا عندنا زيت في زيت. زين، هسه راح أحلل وأشوف. هنا شنو عندنا؟ عندنا ثمانية في سالب ثلاثة، راح ثمانية في ثلاثة هو 24، راح يصير سالب 24 زيت. زين، وزيت في إشارة سالب راح يصير سالب واحد زيت. زين، هسه من أريد أجمعهم، هنا أنا صارت الإشارات متساوية، أنزل واحد من عندهم وأجمع، 24 زائد واحد هو 25 زيت. إذا مساوي الحد الوسط، نعم، سالب 25 زيت، سالب 25 زيت. إذا هذا هو التحليل الصحيح. صار واضح؟ فأنتوا إذا طلع أول مرة التحليل خطأ، يعني الناتج ما يساوي الحد الوسط، فتغيرون، تغيرون بالأماكن. لاحظوا أنا غيرت هنا، أنا كنت مخلية ثلاثة وهنا الواحد، هنا غيرت، هنا خليت الواحد وهنا خليت ثلاثة، وطلع التحليل صحيح. نقطة 11 كذلك، هنا أنا راح نفتح الأقواس ونحدد الإشارات. إشارة الأول سالب، إشارة الثاني سالب، في السالب هو موجب. زين، هذه الخمسة منين جايتني؟ جايتني فقط من خمسة في واحد، فناخذ الخمسة وناخذ الواحد. الواي تربيع جايتني من واي في واي، فهنا أخلي واي وهنا أخلي واي. تقدر تمسحونه هذا المعامل أو تخلونه؟ الأفضل تمسحونه، يعني هنا فقط تخلون واي. زين، أما هنا عندنا الستة جايتني من اثنين في ثلاثة وجايتني من ستة في واحد، فهنا راح أخلي الستة في واحد، يعني هنا الستة وهنا الواحد، وأجرب أشوف تحليلي صح لو خطأ. هنا أنا راح أضرب الطرفين وأضرب الوسطين، خمسة واي في واحد راح يصير هنا خمسة واي، خمسة واي طبعا موجب. زين، سالب ستة في واي راح يصير سالب ستة واي. فهسه من أريد أجمعهم الإشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح الأكبر هي الستة، أخذ إشارة اللي هي السالب وأطرح ستة ناقص خمسة هو واحد واي، إذا مساوي الحد الوسط اللي هو سالب واي، إذا تحليلي صحيح. صار واضح؟ هنا عندنا نقطة 12 كذلك، نفتح الأقواس. إشارة الأول إشارة الوسط، إشارة الثاني ضرب الإشارات، السالب الموجب في السالب هو سالب. زين، هنا عندنا الستة منين جايتني؟ جايتني من ستة في واحد، هنا نخلي الستة وهنا نخلي الواحد. زين، الخمسة منين جايتني؟ جايتني من خمسة في واحد، هنا نخلي الخمسة وهنا أخلي الواحد، والزيت تربيع جايتني من زيت في زيت. زين، هسه راح أجرب تحليلي صح لو خطأ.
أضرب الطرفين وأضرب الوسطين. 6 في سالب 1 راح يصير سالب 6 زيت. زين. 5 في 1 راح يصير موجب 5 زيت. زين. هسه أريد أجمعهم إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح، راح يصير هنا عندنا سالب سالب زيت. سالب زيت مساوي للحد الوسط؟ لا، لا يساوي الحد الوسط. إذن هذا تحليل خطأ. فهنا أنا شنو أسوي؟ أجرب إنه أنا أغير، يعني هنا أنا راح أخلي الواحد وهنا أنا راح أخلي الستة وأشوف تحليله صح لو خطأ. زين، فهذا تمسحونه، وهنا تقولون 6 زائد 29 زيت ناقص 5 زيت تربيع يساوي، يعني تعيدون السؤال. هنا راح نفتح الأقواس، هنا عندنا موجب وهنا عندنا سالب. هذه الستة أنا هنا شنو كتبت؟ كتب الستة في واحد، هنا راح أقول واحد في ستة. زين، وهاي الخمسة جايتني من 5 في واحد، والزيت تربيع جايتني من زيت في زيت. زين، هسه راح أضرب وأشوف. واحد في سالب واحد راح يصير سالب سالب زيت. زين، هنا عندنا 5 في 6، 5 في 6 هو 30، والإشارة موجب، فراح يصير موجب 30 زيت. زين، هسه صارت عندنا إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح. الأكبر هي الموجب، أنزلها. هنا أنا طبعاً معاملة واحد، 30 ناقص 1 هو 29 زيت، مساوي الحد الوسط؟ نعم مساوي الحد الوسط، إذن هذا هو التحليل الصحيح. صار واضح؟ هذا هو التحليل الصح. نقطة 13، هنا كذلك نفتح الأقواس، إشارة الأول هي إشارة الوسط، إشارة الثاني ضرب الإشارات راح يصير اثنيناتهم سالب. زين، الإكس تربيع منين جايتني؟ جايتني من إكس في إكس. والعشرين جايتني من 4 في 5، والواي تربيع جايتني من واي في واي. إذا خليت هنا الخمسة وهنا الأربعة ما يطلع التحليل صح. فهنا خليت الأربعة وهنا خليت الخمسة وهسه أجرب. زين، الإكس في سالب 5 راح يصير سالب 5 إكس واي. هنا عندنا إكس وهنا عندنا واي. هذا ليش قلت الإكس؟ لأن المعامل مالتها واحد. واحد في 5 5 سالب. واحد في سالب 5 سالب 5، والإكس واي تنزل. زين، سالب 4 واي في واحد، طبعا هاي المعامل واحد، راح يصير سالب 4 إكس واي. زين، هسه من أريد أجمع إشارات متساوية، نزل واحد من عندهم وأجمع. 5 و4 هو 9، والإكس واي تنزل، إذا مساوي لحد الوسط سالب 9 إكس واي، سالب 9 إكس واي، إذا هذا التحليل صح. هنا عندنا النقطة 14، كذلك هنا نفتح الأقواس، إشارة الوسط وضرب الإشارات، السالب في السالب هو موجب. زين، هنا عندنا تحليل الأول 3 واي تربيع. 3 منين جايتني؟ جايتني من 3 في 1، بس أنا ما راح أخلي 3 في 1، راح أقول 1 في 3، يعني هنا أخلي الواحد وهنا أخلي 3. زين، والواي تربيع جايتني من واي في واي. زين، هسه عندنا ال 14، 14 منين جايتني؟ جايتني من 7 في 2، والإكس تربيع جايتني من إكس في إكس. صار واضح؟ زين، هسه هنا اتحقق، راح اضرب الطرفين واضرب الوسطين. واي في هنا عندنا 2 راح يصير 2 اكس واي. زين، وسالب 7، هذه سالب 7 اكس في 3، 7 في 3 راح يصير سالب 21 اكس واي. زين، فهسه راح طبعا هذه شنو؟ هذه موجب. هسه راح اجمعهم اشارات مختلفه، اشاره الاكبر واطرح. الأكبر هي السالب، أخذ إشارتها. 21 ناقص 2 هو 19 إكس واي، مساوي الحد الوسط سالب 19 واي إكس أو إكس واي، اثنيناتهم نفس الشيء لأن هذه تبادل. فهنا عندنا هذا التحليل هو التحليل الصحيح. عندنا الفقرة الأخيرة من التمارين، يقول ضع الإشارات بين الحدود في الأقواس ليكون تحليل المقدار الجبري صحيحا. يعني هنا فقط نخلي الإشارات. زين، احنا عرفنا انه اشارة القوس الاول هي اشارة الوسط، واشارة القوس الثاني هو ناتج ضرب الاشارات. فهنا شنو عندنا؟ اشارة الوسط موجب، اذا اشارة القوس الاول موجب. زين، القوس الثاني ضرب الاشارات، الموجب في الموجب هو موجب، فراح يصير اثنيناتهم موجب. زين، بالنسبة لي 16، هنا كذلك القوس الاول اشارة الوسط، هنا راح يصير سالب، والقوس الثاني هو ضرب الاشارات، السالب في الموجب هو كذلك سالب، فراح يصير اثنيناتهم سالب. زين، هنا عندنا 17، إشارة القوس الأول إشارة الوسط، هنا سالب هنا أخلي سالب. إشارة القوس الثاني نضرب الإشارات، السالب في الموجب هو سالب. زين، هنا عندنا الإشارة، إشارة القوس الأول إشارة الوسط، هنا عندنا سالب.
زين، وهنا نضرب الإشارات، السالب في السالب هو موجب، فإن راح تكون موجب. هذه طريقة وضع الإشارات، وبالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.